مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، منورنا على التليفون. ازاي حضرتك؟ ازيك يا جمال؟ ازيك يا حبيبي؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. بقى احنا زي انا اقدر اقول اصبح لينا تاريخ سوا يا فندم، فبقينا بنروح حتت ونتكلم مع حضرتك ونعرف اهم اللي بيحصل وما الى ذلك، ولهذا انا الاول كنت مبهور ودلوقتي بقيت مطمن. فهسأل ايه اخبار المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون، وايه اللي موجود في البايب لاين؟ طيب احنا يعني يمكن انا شايف الصورة جايبة، المنطقة اللي اخليناها دي كان فيها اكتر من 540 منزل بألف وحاجة اسرة. دي الحتة نسميها السكر والليمون. ماشي. يمكن كان دولة الرئيس النهاردة بيقول دي المرحلة الاولانية الاكستنشن او الامتداد بتاع سور مجرى العيون. حلو. طب والعمارات اللي احنا شايفينها الباقية دي، هو أيوه. النهاردة ادى توجيهات وقال نبدأ ندخل فيها على طول المرحلة الثانية بتاعة المنطقة نفسها، علشان يبقى كل السور وكل المنطقة اتطورت زي ما احنا عارفين. قبل كده لما زرنا مع بعض والنهارده كان في برضه زيارة لدولة الرئيس في حدائق الفسطاط، واحنا أيوه. زرناها قبل كده مع بعض. صحيح. وعملنا عليها حالة كانت جميلة، ورحنا الخيالة. ما انا بقول بقى أصبح لنا تاريخ يا فندم. يعني انا بتكلم ويمكن لو سكت انت هتتكلم اكتر مني دلوقتي. لا العفو العفو، ازاي والله بجد. لا يعني ففعلا يعني منظومه او فكره اللي هي احياء القاهره التاريخيه وتطوير القاهره عامه، سواء القاهره التاريخيه باب زويله، درب اللبانه، حول الحسين، باب زويله، منطقه الحاكم، كل ده مناطق احنا بنحييها. طيب وعندنا المنطقه بتاعت سور مجرى العيون واللي حصل في بحيره عين الصيره طبعا، وبقيه المشروع اللي هو حديقه المصارعه على 500 فدان، الخياله، وشغالين دلوقتي في بطن البقره، ارض الفسطاط. ايوه. كل دي مشروعات ازاي قلب القاهره وصورة القاهره الكل القديم ده هيتحول مش لحاجه جديده او عمران جديد، لا ده احنا هنرسخ الاصل اللي هو القاهره الاسلاميه، العمران الاسلامي، العماره الاسلاميه اللي هي فقدت مع الزمن اللي احنا كنا فيه. فكل ده احنا بنحاول نرجع الماضي، بنحاول نقول قاهره 1930 اجمل المدن العالم، ازاي نسترد اللقب ده تاني لقاهرتنا تاني. فده اللي احنا المرحله اللي احنا شغالين عليها، بخطط بتتحط تتعمل بدءا من اركيديا ثم مثلث مزبيرو ثم ميدان التحرير، عملنا رياض، القاهره الخديويه، ثم دخلنا على سيده زينب، روضه سيده واحد، روضه سيده اثنين ان شاء الله في زياره قريبه لدوله الرئيس هناك، وبعد كده سور مجرى العيون، الخياله، بطن البقره، ونمشي نقط نقط نقط، والنقط دي في الاخر هتلحم مع بعضها. صح. عشان يبقى القاهره كلها وصلت للصوره اللي احنا عايزين نوصل لها. ازاي ان عشان بس ايه، ونمشي فكره ده احنا الناس هنطلع دائما، احنا كلنا قرينا وكلنا قارئين جيدين جدا، ان ما فيش عاصمه جديده بتظهر غير لما بتقتل او بتموت العاصمه القديمه. لا ده احنا بنقول ده احنا بنحيي العاصمه الاصليه بتاعتنا، ما بنعملش زي التاريخ ما زمان كان كل عاصمه بتقضي على اللي قبلها. لا ده احنا بنحيي القديمه الاول والاصل ونطورها ونصرف عليها كتير ونعمل محاور وطرق وحاجات كتير جدا فيها، وبنطور فيها ونعمل حديقه 500 فدان على مستوى عالمي. قليلا جدا لما تلاقي ان في حديقه على 500 فدان في العالم، حاجات تتعدي ما هياش حاجات كتيره في العالم. وازاي احنا نسوق لها دوليا، ازاي نديرها اداره راقيه جدا واداره على مستوى عالمي عشان نجتذب استثمارات فيها ونسوقها عالميا. ازاي ان احنا بنقول ان بنعملها مراحل، ازاي النهارده كان دوله الرئيس النهارده دخل المسجد عمرو بن العاص واكد ان صلاه الطريق هتبدا من اول يوم ان شاء الله في مسجد عمرو بن العاص. ايوه. وجنبنا الساحه بتاعت اللي زرناها مع بعض سوا، رحناها سوا الساحه برضو تكون جاهزه ان شاء الله برضو قبل بدايه رمضان. كل ده كان تاكيد لخطه معموله والمرور للتاكيد على نجاح البرنامج الزمني المحطوط، والتاكيد على ان ما يمرش 2023 من غير ما المشروع نفسه يخلص. يعني
في ظل كل حاجة بتدور في العالم، هذه الأزمة إلخ إلخ إلخ، إحنا برنامجنا الزمني ماشي زي ما هو يا باشمهندس؟ إحنا دائما لما بنحط أي خطة، الخطة بتاعتنا فيها خطة بديلة احتياطي. حلو. بس الأساس في الأول وفي الآخر إذا حافظ على السقف الزمني اللي أنا حاطه. السقف الزمني اللي أنا حاطه ده إزاي؟ مثلا إيه، إحنا خدنا تكليف إن نهاية 2023 حدائق الفسطاط بتخلص. هتخلص 2023 رغم الظروف العالم اللي بتحصل والظروف الدولية، إزاي إحنا بنناور بالمواد بالمهام بالتصميمات بالعمالة نفسها. إحنا بنشغل العمالة، عندنا جهاز التعمير هو الذراع التنفيذي لهذا المشروع. ازاي بيشغل الشركات المصريه ثلاث ورديات، كل ورديه 8 ساعات، بحيث احنا اليوم بثلاث ايام كده. فازاي نوصل للمعدل بتاعنا عشان نحافظ على السقف الزمني اللي احنا هنا؟ الموضوع مش وعود للقياده السياسيه، ده وعود للمواطن. احنا عندنا اللي بيرقصنا كلنا هنا هو المواطن، اللي هو احنا كلنا بنشتغل عند المواطن المصري اللي في الاخر عشان نوصل له الخدمه او الحاجه اللي يستحق انها تصل اليه. حدائق الفسطاط دي حاجه احنا عايزين تطلع للنور قبل نهايه 2023 علشان نقدر نقول نكافئ بيها نفسنا كمواطنين، حاجه نقدر نفخر بيها قدام العالم كله. ده نعمل حاجه على مستوى عالمي، وازاي يبقى ملحق بيها مشروع جوهره الفسطاط كمشروع سكني. اداه قدود يا باشمهندس والله، ويعني في النهايه كله في فايدة لنا جميعا كمواطنين، سواء إذا كنا من سكان المنطقة ولا قاهريين ولا مصريين بشكل عام، إن احنا يبقى في عندنا هذا الفخر. أنا بشكرك جدا باشمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.